والكمال على الله. والناس راه حنا الناس راه كاع كيعرفونا، راه حنا معروفين في الحي المحمدي. وكاينين حريفيه اخرين حتى هما كاينين في الدار البيضاء حتى هما راه معلمين. وهذه المناسبه هذه تاع العيد راه كاين واحد الاقبال على هذا الشيء هذا، وكنطلبوا من الناس يعاودوا يجيو شويه بكري حيت راه كنتمحنوا وكننظموا حنا هذا الشيء هذا، غنحاولوا ننظموه باش كل واحد يمشي على خاطره. والله يهز علينا هذا الوباء. شحال من عام وانت البهجه كتمارس هذا؟ وتقريبا هذه واحد 40 عام. واش موسمي ولا لا؟ حنايا واحد العدد تاع الناس حريفيه في الدار البيضاء وفي يعني مراكش كتجولوا الدار. كاين المتجولين وكاينين الناس اللي عندهم المحلات ديالهم، وحنا كنطلبوا ان شاء الله يكون داك الشيء مزيان، المضى يكون مزيان، لانه الناس كاع تيرتاحوا لينا، لا احنا ولا دوك الحريفيه ديالنا، حيت راه كاينين شي حريفيه ثاني حنا حتى هما تبارك الله راه معلمين، راه كاين واحد 20 حريفيه هنا في الدار البيضاء، ماشي غير حنايا. ونطلب الله تعالى الكمال، الله يزعلنا هذا الوباء. خويا حنا في البهجه تنجيو عدو كل عام، تنمضيو عدو تنكونوا مرتاحين في الذبيحه، لا مضينا عند شي واحد اخر ما تنكونوش مرتاحين. وفي البهجه معروف من قديم وليد كان تيجي عدو تيمضي عدو، والله يعمرها دار، ولما تضالك تتكون مرتاح، يعني ذبح الذبيحه ديالك وانت مرتاح. فهمتي؟ لا الشنو انا هو هنايا تقريبا الوالد تيمضي عدو من الثمانينات، وانا عندي دابا واحد 42 سنه وحنا تنمضيو عنده. يعني دابا انا ما مضيتش عند بو البهجه ما تنكونش مرتاح. بو البهجه بروميان الدار البيضاء ما كيتوضروش هاد الجناوه، ما كيتوضرو ما والو، منظم الخدمه ديالو، كلشي الامور مزيانه، الله يعمر هذا. الله يرفع علينا الدوابه. السلام عليكم. هنا بعد الانشطه اللي كيكونوا في ايامات عيد الاضحى، من بينها هي تمضيات ديال المواس والمقاد وداكشي، وكنجيو حنا عند بو البهجه اللي معروف على الصعيد الحي محمدي، وديما كنجيو لهنايا، ديما كنجيو هنا على ود باش نمضيو المواس. والله يعمرها دار، هو قديم هنايا من الثمانينات، ايوا، وكاع الناس كيجيو عندو. وهذا الشيء من بعد التقاليد اللي كنديرو في عيد الاضحى. والله سنة وانت كتجي عند البهجة؟ تقريبا راه 10 سنين، انا دابا 10 سنين وانا كنجي عنده هنايا. داكشي ناضي مزيان. داكشي ناضي، وكاع الناس كيشكروه، معروف هنا على الصعيد الحي محمدي. ايوا والله ينزل علينا ويحيد عنا هذا الوباء، وعيد مبارك سعيد للجميع. نمضيو الناس الجناوة، والبهجة راه مشهور معروف الصعيد الحي محمدي. مضاي ديالنا الاجواء ديال العيد راه هي هذه انت كتشوف، الله يجعل هاد العواسر. كاين واحد الاقبال تاع هاد النهار. هاد الاقبال الحمد لله كاين اقبال كبير، مواطنين بزاف كيجيبوا لنا العده ديالهم كنمضيو عليهم. الاجواء ديال العيد راه هي هذه، الحمد لله كاين نظام تباعد اجتماعي كمامه، الحمد لله داكشي غادي مزيان. الله يرفع علينا هاد الوباء. عواشكم وعواشركم مباركة سعيدة، الله يدخل عليكم هذا العيد بالصحة والسلامة.